Uma fingain vishma leon galio adisha ale. In my Father's house are many rooms.
If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. لازم جيخ أرخ تخدمتنا إيشو
حياتك ما ضل قيمتها. بلا قيمتها بجوك الأرخ. ولهذا يا توما يا كل أخو شليحة يا كل أخو مشي حالي لازم حتى ما أقول تنقص غوثة الأرخ هاي لازم تجيبه تورخ وما إذا بقاوة تجيبه تورخ آية قاوة تجيبه تورخ إذا اكتشافات حتى الإنسان يشق طريقة في الحياة أكو هناك اكتشافات أكو هناك خبرة الإنسان من ينمو من يكبر يوم بعد يوم خبرته تزيد معرفته تزيد اكتشافاته بالحياة راح تزيد راح يصير أكو عنده نضوج راح يكون يصير عنده نمو فهذا الاكتشاف في الطريق في يعني في مسيرة حياتنا نبدأ احنا نشق طريقنا حتى ننمو حتى هذا يتوسع مداركه تتوسع ويكبر وايضا احاسيسنا مشاعرنا قلبنا كياننا الانساني ايضا هو يكبر هذا هو الطريق طريق هو مسيرة نحو جهد نحو عمل نحو فعل وهذا الاكتشافات اللي راح احنا نكتشفها في مسيرة حياتنا هذه هي لازم احنا نشهد لها نقول شنو هي نظهرها وهذا هو الحق فإذا عرفنا الطريق وشهدنا لهذا الحق اللي احنا اكتشفناه في طريقنا في مسيرتنا بالحياة هناك راح يكون الفرح راح يكون عندنا الحياة الحقيقية الصحيحة اللي الإنسان يطمح لها أن يكون بها دائما يوحنا الإنجيلي بعد أن يعطيها عمق أقوى ما يكتفي بسؤال توما يروح إلى أبعد إلى سؤال فيلبس شلون وين طريق ما أعرف إيش في يسوع يقول لازم تشوف لازم تعرف لازم أنت حتى توصل إلى هذه الحياة إلى هذا الفرح لازم أنت تشق طريقك من رآني رأى الآب فيلبس لازم تعرف أنه الله كلته بشخص يسوع المسيح الله كلته هو قاد البشرية بشخص يسوع المسيح للحياة فإذا لازم نضاوع على طريق يسوع المسيح ولازم نضاوع على شهادة يسوع المسيح فلا نتصور أنه يسوع المسيح أول ما ولد من أم العذراء مريم هو كان شخص صح كمال المعرفة أبدا يسوع شخص يقول مرلوقة يقول وكان ينمو بالقامة والروح كان ينمو يسوع كان يكبر كان يشق طريقه وكان هذه الخبرة هذا الإيمان هذا العمق هذا الارتباط مع الآب السماوي خلاه أنه يشهد في الحياة أن يقول كلمة الحق هناك كلمة الحق صار يعني الله صار أكو عنده وجود في العالم البشري بكامل الحق وهذا اللي خلى إنه العالم يضرب ضد يسوع المسيح ولهذا وصلت للصليب بس
من الصليب عبر إلى الحياة، إلى القيامة، إلى الفرح. فالوصول النهائي ما كان إلا عن طريق هذا الطريق. وإذا تريد تعرف يا فيلبوس، وإذا تريدون تعرفون، إذا نريد نعرف كلنا إحنا كمؤمنين، لازم نعرف هذا الطريق ونعرف أن نشهد مع يسوع المسيح لهذا الحق اللي هو اكتشفه في حياة الإنسان وشهد له. ومرات تكون النتيجة جدا صعبة وجدا ثقيلة، توصل إلى الموت. فأنتم مستعدين؟ مستعد يا توم أن تروح هذا الطريق؟ مستعد يا فيلبس أن تشوف صورة الله بي وتاخذ قرار، تاخذ موقف إنساني، موقف إيماني، وتشوف طريقك هذه الحياة حتى تعلن الحق مثل ما أني كنت شاهد لهذا الحق؟ هذه هي رسالة إنجيل اليوم، إن كلنا لازم نعرف شلون نشق طريقنا من نخلي عيننا نظرنا في رب يسوع المسيح، لأنه هو صورة الآب. وهناك راح نكتشف الحق وين، وراح ننتقل ونشهد إلى هذا الحق ونعبر إلى فرح الحياة. آمين.